L'édito مع فاطمة كراي. ماذا لو تمنح الدولة امتيازات الاستثمار لمواطنينا بالخارج؟ في كل فترة هذه اللي هي آخر جوان ونستقبل بها الصيف من العام، ديما الناس الكل تتحدث عن مواطنينا بالخارج. المواطنين بالخارج اللي هما تقريبا 1,800,000 حسب التعداد الرسمي بالخارج، وأغلبهم في أوروبا، نلقاوهم هما بيدهم يبدأوا من انطلاقا من مارس من كل عام، وهما يطلبوا ويطالبوا بتحسينات، تحسين وضعية الرجوع إلى آخره، ولكن الدولة تتفاعل وتتعامل معهم، ولكن الموضوع الأساسي مازلنا ما بلغناش. الوضعية الاجتماعية وتيسير الرجوع إلى تونس هي أهم المطالب ربما، وكذلك أهم المشاغل اللي مطروحة اليوم بين السلطات التونسية ومواطنين بالخارج. نقص لي في التذاكر، خلي لي عودة تكون آمنة ومريحة إلى آخره. المهم أنه كل عام في هالفترة هذه وبداية الصيف يكون مواطنين بالخارج هما موضوع إجراءات من السلطة، وكذلك موضوع حديث وجدل في المجتمع بصفة عامة. لكن اقتصادنا ومن حيث الإيرادات في العملة من العملة الصعبة، يسجل حسب الدوائر الرسمية أن هناك طفرة نوعية وازدياد في ميزان المال والعملة اللي تدخل لتونس وتساهم في تعديل الاقتصاد والميزان التجاري لصالح البلاد، وتكون جاية من عند مواطنين بالخارج. ولكن هل الفلوس هذية جاية هكا على السجية على طريق تقليدية ما فيهاش قوانين تضبط أن هي الفلوس تنجم تساهم فعلا في النمو والتنمية وتساهم في الاقتصاد متاع البلاد من حيث أنها تمشي للاستثمار؟ يقول القائل علاش ما فماش هالأموال هذية تمشي للاستثمار وتكون فما وضعية خاصة المواطنين بالخارج فيها تحفيز كما تحفيز للمستثمر الأجنبي إلى آخره؟ لأنه ما فماش هذية، لأنه اليوم قعدنا على الطريقة التقليدية، هات الفلوس شراء عقار شراء ذهب عاون عائلته، ولكن النمو الاقتصادي بالمفهوم الماكرو ما هوش قاعد يقع، لأنه زاد منذ 3 أو 4 سنوات أصبحت إيرادات أبناء تونس بالخارج في تصاعد وأصبحت لافتة كميا. الأرقام تقول اللي الفلوس اللي تجي عن طريق أبنائنا بالخارج مهمة ومهمة جدا، بل هي أصبحت رافعة إلى جانب إيرادات السياحة، وهذا يلزم قوانين تشجيع، لأنه صحيح أن الدولة أعلنت عن إجراءات تحفيزية لمواطنين بالخارج مؤخرا وصدرت في الرائد الرسمي البارح، ولكن لم يبلغ الأمر إلى أن تصبح الأموال اللي قادمة من أولاد البلاد لم تصبح صالحة للاستثمار، لأنه اليوم الاستثمار يلزم قوانين ويلزم تشريعات. احنا الشبكة التشريعية اللي عندنا ما فيهاش تمييز لمواطنين بالخارج، أنه مثلا ينجموا يستثمروا في الفلاحة، ينجموا يستثمروا مثلا في قطاع الخدمات، ينجموا يستثمروا في قطاع نصف مصنع. واليوم أبنائنا وبناتنا اللي موجودين في أوروبا خاصة ينجموا ينجزوا ويعملوا شركات، ولكنهم شركات تكون منتجة وتدخل في دواليب الاقتصاد. هذا شنو يلزمه؟ يلزمه إرادة سياسية ويلزم تشريع باش يشجع مواطنين بالخارج أنهم يدخلوا اليوم في سلك أو في منهج ونهج الاستثمار، عوض أنه جيب الفلوس اشري عقار حط طرف ذهب، وهذا على أهميته ما ينجمش يساهم فعليا في الدورة الاقتصادية اللي يلزم العجلة متاعها تدور بأكثر نسق وأكثر وضوح، ولكن أيضا بأكثر قوانين شفافة. مع فاطمة كراي.